هادشي اللي وقع ليا تحبسات ليا النبوله ديالي، شفنا ما بانتش لنا والو، راه غادي يدير العمليه. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي لجميع المغاربه وجميع الفنانه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الفنانه اللي عز الاعلام، الفنانه اللي عاطين الجهد ديالهم، الفنانه اللي مضحيين، الله يحفظكم والله يسلمكم. واخوتي اخوكم عبد الاله المسيح كما تتعرفوا فكاهي، و كنت غادي لواحد العمل وقعت لي واحد الحمد لله يعني واحد الاقوى صحيه، هادشي اللي وقع لي تحبسات لي النبوله ديالي ومشيت يعني تكرفصت شي شويه، لانه كانوا عندي بعض الاعمال اللي هما كونترادا وما قدرتش باش نلغي هذوك الاعمال. وتنشكر الناس ديال تيزنيت، الناس ديال اكدو، الناس ديال اكادير، السبيطار ديال محمد السادس، تنشكر الناس ديال كازا، الاطباء ديال كازا كاملين تنشكرهم، والناس ديال قنيطره اللي وصلتهم حتى هما لقيت واحد الاستقبال، واحد الضيافه، تنشكرهم بزاف بزاف. مهما شافوني الناس قال لك اودي بغينا كيتوقفوا كلاصين غير يشوفوك الناس، بين ما راه كلشي مشتاق لك، كلشي فرحان بين ما غادي تجي. وفعلا لقيت واحد الاستقبال من الجمهور، كاينين الناس كل منين جا من سوق الاربعه الغرب، من مولاي بوسلهام، بزاف، والناس كانوا فرحانين باش يشوفوا شكون العرض ديالي كان، وهو غادي ندير الحلقه انا والثنائي ديالي. وقع هادشي الحمد لله، حمدت الله وشكرته. وراه من قنيطره ديريكت مشيت للكلينيك نرجس، تنشكر الدكتور نوفل اللي هو وقف بالكلمه ديالو، يعني وقفوا معايا وجميع الاطباء اللي كاينين تما، ولا الفرمليات ولا الفرمليين كاملين، ولا الدراري لي سيكوريتي، ولا كل شيء، راه وقفوا معايا الحمد لله. ودابا راه عطاني رانديفو نهار الحد، عطاني هاد الخنيشه لانه قلبوني، درت التحاليل ديال الدم، تحليل عز الله سيدي ولا ليتي ديال البول. ودابا قال لي غادي نعطيك، غنخليك بهاد الخنيشه وهاد الفاني تبعو مورا العشاء من دابا النهار الحد، وترجع لعندنا الى جاب الله. شفنا هاد الفانيد حتى يتحسن بهذاك المرض ديالك، راه ما غاديش دير العمليه. شفنا ما بانتش لنا والو، راه غادي دير العمليه. وانا تنتمنى عند الله يكون هاد الشيء، يكون ان شاء الله فيه الشفاء ان شاء الله بلا ما ندير العمليه، ونخرج عاوتاني باش نفرج خوتي، باش نتلاقى مع الاحباب ديالي، لا في الفن لا في كل شيء. وتحيه لكم كاملين كاملين، وتنشكر خوتي المغاربه، والله ينصر سيدنا والاسره العلوي. بعد لا بعد الفنانه مازال نقول لك، واحد الفنان اللي كان اتصل بيا ديال شلحه، تيقول ليه ايت شفت عليا ايزيكي، ايزيكي راه هو معروف فقادير منين كان هو اللي اتصل بيا. وبعد شي فنانة اللي هما من الفن ديالنا، من الحرفة ديالنا، الحمد لله. دابا نيت راه مازال تيدور واحد الفيلم في السينما اللي هو درت مع لطفي ايج الجاوي اللي هو سميتو الشطاح، وكاين واحد الفيلم تا هو اللي دوزناه، وكان نيت انا بجامعة عرفنا باي باي لا فخونس. والحمد لله درت مسرحية في دوزين مع سبعة رجال، وكاينة ان شاء الله واحد المسرحية اخرى. و واللي غادي نقول للناس ان شاء الله، انا تنتمنى ان شاء الله غير مني نبرا بغيت ندير واحد لابتيت جامع عرفنا، اصغر جامع عرفنا، بغيت نقدم هذا الدوسي ديالي وهذا الملف لوزاره الثقافه باش ندورو المغرب كله باصغر جامع عرفنا. غادي يكون معايا نيت ولدي اللي هو غادي يكون، وغادي يكون مع الصديق ديالي اللي هما غادي يكونوا من اللجنه ديال التنظيم ان شاء الله. وغادي ان شاء الله نبداوها من مراكش، ولكن غادي نبداوها من مراكش وغادي نهزوها ان شاء الله لمدى الدخله او لو الكركارات، ونجيبوها هكا حتى لطنجه ان شاء الله. كل مدينه غادي ندوزو فيها ثلاث ايام ان شاء الله باذن الله. اش غنقول لك، انا جميع الفنون تيعجبوني،
انا ما نكذبش عليك، جميع اي فن ديال الفكاهي لانه باش تعجبني اولا كاع اللي تيفرح خوه المسلم وتيبين ليه واحد الضحكه في القلب ديالو، هذاك راه حبيبي انا. واخا انا مريض دابا راه بغيت نضحك وبغيت ندير كما تندير مع الناس هكا ونضحك معاهم ونضرب ليهم الفال. يعني ان شاء الله تنوعد ان شاء الله خوتي ولا الفنانه ولا اللي تيبغينا ولا اللي ما تيبغينا تنحاولوا حنا نبغيوه ونبغيوه بلا ما تبغينا. وقال تيقولوا واحد المثل، شوف اللي بغاني نبغيه ونديرو فوق راسي عمامه، واللي كرهني نكرهو الى غدا يوم القيامه. حنا والله ما نكرهوك، والله الا مرحبا بخوتنا كاملين الصغير والكبير. وشكرا للسلطه الرابعه اللي هي تتوصل الرساله للقلب ديال المواطن، والله ينصر سيدنا. وتنشكر ولادي ونسابي وحبابي والجمهور المغربي كامل وكامله، راني تنبغيكم وتنحبكم وتنحماق عليكم، والله يخليكم ليا والله يحفظكم. وراه اللي بغى يجي لعندي كما قلت لكم تليفون 06 30 30 02 99، مرحبا بكم الله يحفظكم. مجلة ليلى العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.